مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أجندا، منعرفكن من خلالها على كل شيء عم بيصير من نشاطات اجتماعية فنية وثقافية وغيرها. بمناسبة يوم السلام العالمي وعلى مدى يومين على التوالي، مجموعة من الاحتفالات يلي ضمت عدد من الوجوه الاجتماعية والسياسية المعروفة، وأيضا مجموعة من المصممين والفنانين يلي اجتمعوا ليقدموا أجمل مقتنياتهم الفنية بأجواء مرحة وأمسية حلوة. بمناسبة يوم السلام العالمي بلبنان وبرعاية معالي وزير السياحة ميشيل فرعون ومعالي وزير الثقافة ريمو عريجي، أقامت بي إيفنتس أند بي آر لها المناسبة احتفالات امتدت ليومين، حيث تضمنت عروض أزياء لخمس مصممين بالإضافة لمعرض تضمن أيضا 60 صورة لخمس فنانين لبنانيين. اليوم عم نحتفل بعيد السلام بالعالم، وانا شاركت فيه بالكوليكسيون اللي انا عملتها اللي هي عباره عن الارابيسك والغجر، دمجتهم مع الفوتوشوت يلي عملناه بعلبك، وهدول شوي من الصور ان شاء الله ينالوا اعجابكم. ميرسي كتير. الشهير ليلى ويلي تحول لواحد من العناوين بلبنان افتتح محله الجديد بمنطقة الحمرة ببيروت. الديكور مثل العادة مميز، والقعدة كان فيها كتير من الأجواء الحلوة. تم افتتاح قهوة ليلى بفرع الجديد من سلسلة مطاعم ليلى بشارع البيكاديلي الحمراء بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية الفنية والإعلامية، حيث الأجواء الفريدة يلي بتعيد رسم جو بيروت الأصيل. زينا، مثل ما بتعرفي نحن من 4 سنين التقينا سوا بقهوة الجميزة، وكنا حابين بقهوة الجميزة نرجع على القهوة الأزازة القديمة اللي هي كانت موجودة بالجميزة وتراث لبنان. تركنا هيدا الطابع بالقهوة واعطيناها طابع العشرينات مثل ما كانت القهوة بالبسطة وبالبرج وبالجميزة. اليوم الحمرة، قهوة الحمرة هي تابعة لقهوة الجميزة بس اختلفت بعدة نواحي. اختلفت أول شيء بالمساحة اللي أخذتها، بالجنينة اللي موجودة فيها، وحبينا نرجع للحمرة اللي هي بنسميه كان الكافيه تروتوار وجنينات الحمرة اللي كانت موجودة بالستينات وبالخمسينات.
ليلى هي ست اللي هي بتمثل كل النسوين وكل المرأة اللبنانية اللي بتعمل أكل طيب. حبينا نعطي هيدا الطابع بقلب جنينة اللي هي جنينة اللبنانية بكل طوابعها وبكل اللي كنت تشوفيهم بالجبل اللبناني وببيروت وبالحمرة. صغيرة مع الإعلان وبنرجع معكم لنتابع حلقة اليوم من أجندا. خليكم دايما معنا. معرض للفنان الفرنسي إيف حيات بجاليري مارك هاشم ويلي حمل عنوان ميستيفيكيشنز ويلي ضم مجموعة من الأعمال يلي استوحاها من الواقع يلي عاشوا وصوروا بالحياة والمجتمع والسياسة. J'ai une double formation. J'ai fait d'abord les arts décoratifs, donc le diplôme des beaux-arts en France. Et ensuite, je me suis orienté vers la publicité. J'ai travaillé dans la publicité pendant plus de 20 ans. Et ensuite, je suis revenu à l'art et j'ai abandonné la publicité. Et depuis, je ne fais que l'art. Et d'ailleurs, ça se voit dans mon travail. On sent le publicitaire à l'intérieur. Voilà. Alors, mon travail, il est essentiellement fait de détournement d'images et d'opposition. C'est-à-dire que, bon, j'oppose le luxe et la violence, le passé et le présent, l'intolérance et l'indifférence. Et c'est une chose qui m'intéresse. استقبال لمصمم المجوهرات العالمي أندري مارشا بأوتيل فينيسيا ببيروت ويلي ضم عدد من سيدات المجتمع يلي تعرفوا على آخر التصاميم والطرق للعناية بالمجوهرات. أقام فندق الفينيسيا بمطعم الأودوفي حفل استقبال بالتعاون مع أندري مارشا للفي آي بي كوربوريت بيبل يلي دايماً عم بيكونوا على تواصل مع الفينيسيا وكل شي عم بيصير عندهم. حمل الحفل عنوان دايموندز خاصة وأنه أندري مارشا قدم المجموعة الجديدة لهالسنة. Stand up for the
صراحه زينه نحن هيدا نحن بما انه بارت اوف انتركون من انتركون فنادي انتركون هيدا كل سنه بينعمل ايفنت من هالنوع كرمال يتشكروا العالم يلي كل الشركات مثل الشركات اللي بنتعامل معها واللي بتحجز عنا اوض واللي بتعمل معنا على مدار السنه واللي بتعمل كل حفلاتها وكل اجتماعاتها عنا بالاوتيل. كل سنه بنقوا موضوع معين تام معين والسنه كان الالماز الدايموند. وبما انه نحن عندنا بالاوتيل محل اندري مارشا اللي هو من اقدم ومن اعرق المحلات الخاصه بالمجوهرات قررنا نعمل هالايفنت بالمساعده بالكولابوريشن معهم يعني. ومثل ما بتشوفي نحن هلا عم نعرض المجوهرات اللي هن بيعرضوها وراح يكون في راح نقدم عده جوائز من قبل الاوتيل ومن قبل اندري مارشا وراح يكون في اكيد بروجرام فني وراح يكون في سبيتشز من قبل مدير الاوتيل ولنتشكر العالم ولنضمن انه دائما هن مبسوطين ومرتاحين معنا ولنضمن ولائهم عنا بالاوتيل. أجندة بكمل معكم ولكن بعد الأعلان خليكم معنا. Decades, a century of fashion هو عنوان الكتاب يلي وقعه الكاتب كاميرون سيلفر بكافالي كافيه ببيروت ويلي بيتناول كل عروض الأزياء والموضة بالحقبات الماضية. سهلة فيوتشر تي في معنا كاميرون سيلفر اليوم من امريكا هو اهم انسان بالعالم الموضة بالفينتج كوتور هو جاي على لبنان يمضي كتاب عمله كتاب كتير مميز ورح مرق لكم اياه اهلا وسهلا. So I've written a book called Decades, a Century of Fashion which is a history of the 20th century of fashion but it's about finding modernity in each decade. So it's a celebration of the past, but making it look very much contemporary like today. نتشكر تلفزيون مستقبل اللي اجوا يواكبونا بهالمناسبة اليوم كاميرون سيلفر عم يمضي كتابه Decades, Century of Fashion كافالي كافيه وكل الموجودين نتشكركم لكم مرة تانية لتلفزيون مستقبل نتشكر السوليدير اللي سمحت لنا بهالإيفنت والكتاب هو كناية عن تاريخ الفاشن وجامع حوالينا محبي الفاشن بلبنان والبروفيشنالز تبع هالاندستري ان شاء الله انه يكون مناسبة لهالبلد تضل ماشية بهالاتجاه. برعاية بنك بيبلوس أقيم احتفال وداعي لموسم الصيف بمطعم لابوستا بالأشرفية ببيروت لاختتام الموسم الناجح من العرض الصيفي للبنك واللي حمل عنوان Fly to Italy. Thank you.
بمناسبة النجاح يلي حققه بنك بي بلس بفترة الصيف من خلال كل التسهيلات والخدمات المصرفية، أقام البنك حفل استقبال أديو إيطاليا بلا بوستا بالأشرفية. نحن اليوم مجموعين بصراحة نحتفل بكلوجر اوف ايفنت، كنا نحن او بروموشن بالاحرى، بلشنا من اول الصيفية ب 21 جون ل 21 سبتمبر. هي عبارة عن كامبين اطلقناها مع فيزا كارد بلبنان لكل حاملي بطاقات فيزا من بنك بي بلس، كانوا بيقدروا يستبدلوا المايلز تبعولن بنقاط مخفضة يلي هي عبارة عن 29 ألف مايلز بدل 35 ألف، ويقدروا يسافروا بالهاي سيزن على ايطالي دايركت فلايت ديستنيشن على ميلانو او روما، وبيقدروا يدوبلوا نقاطهم اذا استعملوا كارتون الفيزا من بنك بي بلس بهالمنطقه. فحبينا اليوم نجتمع كلنا سوا نشكر الصحافه اكيد اول شيء الفيوتشر يلي غطوا هيدا الحدث من اول ما بلش، ونتشكر كمان بعض زبايننا والمرشنت يلي بيشتغلوا معنا على كمان دعمهم المتواصل لبنك بي بلس. كان عرض بس بهيدي الفترة يلي هي العرض الصيفي تنبرهن انه نحن من بنك بي بلس عن جد اكرم برنامج، لانه بعز الموسم يلي هو السفر العالم بتسافر فيه كنا عم نعطي مايلز اقل للزباين تيستبدلون وبنفس الوقت يدوبلوا نقاطهم. يعني في كتير اشخاص خبرونا انه استبدلوا النقاط، راحوا صرفوا ورجعوا هلا بيطلع لهم تيكت ثانيه، فهيدا كان الادفانتج يلي بكل هيدا الموضوع. فحبينا نعمل هالجاذرينج تنتشكر الجميع بيناتهم زباين بنك بي بلس بلس كل المشتركين. ولهون بنوصل لختام حلقتنا لليله من اجندا. اذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الاجتماعيه الفنيه والثقافيه، فيكم ترسلونا على البريد الالكتروني agenda@future.com.lb، وكمان فيكم ترجعوا تشوفوا الحلقه على العنوان التالي www.futuretvnetwork.com، وايضا فيكم تعملوا لايك لبيج اجندا on future tv. وهيك بودعكم وبقول لكم باي.